واحد الدراسة وزارة الداخلية نفسها أعطتها وهي أرقام مخيفة وتجعلني أضع يدي على المستقبل وعلى نجاح أو فشل هذا المشروع عندما نقرأ هذه الدراسة بتمعن ونجد على أن أكثر من 4562 رئيس أو مستشار أو ممارس داخل المجالس الترابية لا يحملون الشهادة الابتدائية. هذا يعطينا واحد تصور على مستقبل المغرب وعلى أيضا على راهنية هذا التصور إلى الآن. لماذا نحن دولة لا تتقدم كثيرا، تفرح في الرياضة وتنتكس في السياسة؟ لماذا بهذه النخب تسامبلون ملي كان لعبوا الكرة كان وجدوا الفريق مزيان كان مشوا كان تاصروا، ولكن ملي كان لعبوا السياسة راه ما عندناش فريق متوجد، ما عندناش فريق، فريق بشهادة ابتدائية لا يقرأ، ومنتخبون حسب دائما الإحصائيات حتى لا تجنى على أحد، منتخبون يجعلون من العمل السياسي حرفة. العمل السياسي ليس حرفة، العمل السياسي هو عمل تطوعي يجب أن يحضر فيه المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ويجب أن لا يكون للارتزاق ولا للاغتناء. مجال الاغتناء معروف، تجارة، الممارسات الحرة، المهن الحرة، ولكن مجال السياسة كما تفهمه الدول الغربية هو مجال للعطاء والتضحية وليس مجال للاغتناء. نحن هنا الآن لازمنا كنخب لم نتجاوز هذا المفهوم. كل من دخل إلى مجلس يرى أول ما يرى مصلحته الخاصة، ثم بعد ذلك مصلحة الحزب، ثم بعد ذلك مصلحة الوطن. وهنا أضع وأدق ناقص الخطر على مستقبل المغرب. إذا الإشكال الحقيقي اليوم كما قال السيد الرئيس لم نعد نناقش المراسيم التطبيقية ولا النصوص التنظيمية، أظن على أنها تم استيفاؤها. ولكن الإشكالية راه في المغرب، ليس فقط في الجهوية، ليست مشكلة نصوص قانونية، حتى في مسألة القضاء وغيرها من القطاعات راه الإشكال النص القانوني متقدم جدا، وأحيانا نستورد من السويد ومن سويسرا ومن فرنسا، وأغلب ترسانتنا القانونية هي فرنسية بالأساس. ولكن هل يمكن أن نقارن أنفسنا بفرنسا؟ توجد إشكاليات حقيقية، وتوجد خروقات مسكوت عنها إلى الآن، وتوجد نخب فاسدة لا زالت تمارس العمل السياسي بكل وقاحة وجرأة دون أن يوقف أحد. فإلى أين يتجه المغرب وفق هذه المسارات المتعددة؟ وأنا أتحدث ليس من منطلق فراغ فقط، أتحدث من منطلق واقع ممارسة جهوية لمدة سنتين لم نتحرك فيها قيد أنمل، بفعل عدم فهم النخب لطبيعة المرحلة، وبفعل غياب الدولة داخل بعض المناطق لمراقبة مسار هذه النخب وكيف تدرجت. لم نعد نطرح سؤالا داخل المغرب من أين لك هذا، ولم نعد أيضا نطرح سؤالا داخل المغرب كيف وصلت إلى هنا؟